ونستهل النشر اليوم من احتفالات عيد الفطر المبارك في لبنان، حيث اعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في خطبة العيد أن ما حدث في طرابلس لا يحدث للمرة الأولى، والدولة من خلال عدم حرصها على الأمن المعيشي ساهمت عن قصد أو عن غير قصد بما حل بالناس من فقدان وألام، لافتا إلى أن الجوع لا يميز بين الطوائف والمذاهب والمناطق. وشدد دريان على أن الانتخابات هي الفرصة المتوفرة أمامنا لتحقيق التغيير، ولذلك أحذر وأنبه من خطورة الامتناع عن المشاركة في هذا الاستحقاق، مشيرا إلى أن لا أحد من الفاشلين يملك الجرأة على الاعتراف بما اقترفت يداه، بل إنهم يصنفون أنفسهم ملائكة ليعودوا، فحذاري من أقوالهم المخادعة والمضللة. وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد أدائه صلاة العيد في مسجد محمد الأمين على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، ليوافقه الرئيس فؤاد السنيورة قوله في تلبية دعوة المفتي دريان. مشاركة كثيفة هي تعبير صحي عن ديمقراطية، ودعا بكل حرية رأي على 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 المشاركة بالانتخابات، وأنا بضم صوتي لصوته قلته من فترة أنه يجب تكون مشاركة كثيفة لكي يعبر كل إنسان على عن رأيه، وهيدي فرصة حقيقية أمام ذلك. الجميع بده ينضوي تحت هذه الدعوة، وبالتالي هو لصالح المسلمين ولصالح اللبنانيين. نسق مع رئيس سعد حريري ولا خلاص؟ بعتقد انه الكل بده ينضوي تحت هذه الدعوه ان شاء الله. ورئيس سعد حريري كمان؟